حبيبتي، ماذا بكم ديروا نجام واشتراك بالقناة هكا باش يوصلكم كامل جديد. عبر الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي عن مدى تأثره الكبير بعد إقصاء المنتخب الوطني بسبب الظلم التحكيمي والمؤامرة التي قادها الحكم بكاري غاساما والتي أبكت الجزائريين بكلمات تهز القلوب. وفي آخر خرجة من الدراجي كتب أبيات شعر جد مؤثرة جاء فيها: أخبرهم بأننا تألمنا مثلهم لكننا لن نحزن، أخبرهم بأن دموعهم أغلى من أي انتصار، أخبرهم بأن بعض الهزائم فيها انتصار، أخبرهم بأنهم خسروا مثلما يخسر الأبطال، أخبرهم بأنهم أغلى من المونديال، أخبرهم بأن غدا يوم آخر، سنفوز ونخسر لكننا لن ننكسر.